حاليا الحين 3800 طال عمرك ما زلت يعني. طيب ايش التزاماتك؟ ايش عندك؟ ايش؟ والله عندي قرض طال عمرك، وعندي دين عليه في البنك قصد 1200 و 705 قصد بنك التصنيف، بنك السابع اللي هو 1200. ابو عبد الرحمن نهاية الشهر او متى تخلص فلوسك؟ والله حاليا يعني توصل 15 يوم كذا. اذا خرجت ابو عبد الرحمن، اذا خرجت برا وتبي تجيب مقاضي للبيت، كم يكلفك؟ والله على حسب اللي هو مقاضي الشهر. والله 700 800 700 600 او على حسب الاغراض البيت يعني. اولادك في المدرسه ولا في المدرسه؟ تصرف عليهم؟ الله يصرف عليهم.